تأهب عسكري على تخوم مدينة ميدي، إشارة إلى الوضع الجديد في هذه الجبهة العسكرية الهامة التي يحقق فيها الجيش الوطني انتصارات متلاحقة في مواجهة الإنقلابيين. ضربات موجعة تلقتها ميليشيا الإنقلاب أتت على العشرات من مقاتليها خلال المواجهة الماضية، بينهم قيادات بارزة. آخر هذه الضربات نفذها الجيش وطيران التحالف، واستهدف إمدادات عسكرية للميليشيا إلى الجنوب من مدينة ميدي، والنتيجة مصرع العشرات وتدمير الإمدادات، ومن بينها عربة BMP. لا تكاد المعارك تهدأ في هذه الجبهة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، وسط محاولات مستميتة من جانب مقاتلي الميليشيا لاستعادة المواقع التي خسروها خلال معارك الأيام والأسابيع الماضية. دوريات في البر وأخرى في البحر، في جهد متواصل يهدف إلى إحكام الطوق الأمني على هذه المدينة الساحلية، في وقت لجأت فيه الميليشيا إلى تلغيم مياه الشاطئ بألغام إيرانية الصنع. التعامل مع الألغام البحرية يتم أولاً بأول، حيث يجري سحبها وتفجيرها في الجزر المقابلة لميدي، ومن بينها جزيرة طواق التي يتواجد فيها هؤلاء المقاتلون. تم العثور اليوم على مجموعة من الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي وعفاش إيرانية الصنع، وقد قمنا وقد عثرنا عليها في البحر، وقد قمنا بسحبها إلى جزيرة الطواق وقمنا بتفكيكها وتفجيرها. للطيور استراحتهم الخاصة في هذه الجزيرة الصغيرة على خط رحلة الذهاب والإياب لأسراب الطيور المهاجرة من وإلى جنوب القارة الإفريقية. أكثر ما ينغص راحتها هي الحرب. تتجه المعركة في جبهة ميدي نحو الحسم بعد سلسلة الإنجازات الميدانية التي تحققت طيلة الفترة الماضية.